أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من كلا الجانبين أن الحكومة العراقية تسعى إلى تفعيل ملف الاستثمار والنهوض به مع مصر بشكل خاص والعالم بشكل عام. النظام المركزي، النظام الاشتراكي اشتركنا فيه، مشاكله عانت مصر من، تقدمت بحلول، العراق عانى من، يحتاج إلى حلول. وبالتالي هناك أمور مشتركة كثيرة، قد لا يفهمني الأسترالي أو قد لا يفهمني الأمريكي لاختلاف التجارب، لكن المصري بسبب تشابه التجارب سيفهم تماما الإشكالات التي نمر بها، وسنفهم نحن الإشكالات التي تمر بها مصر، ونستطيع أن نتعاون بشكل كبير. الطاقات كبيرة، الإمكانيات كبيرة، الموارد البشرية كبيرة، الموارد الطبيعية كبيرة، نستطيع استثمارها على أحسن وجه. يجب أن نحرر أنفسنا من كثير من القيود التي أرهننا أنفسنا بها، وبالتالي نستطيع فعلا أن ننطلق. لا شيء يقف عقب أمام هذا الانطلاق، وإذا توفرت الإرادة والحمد لله اليوم متوفرة، وإذا توحدت الرؤى والحمد لله اليوم الرؤى موحدة، الأدوات متوفرة، القطاع الخاص نحن نريد أن نعطيه الأولوية. سابقا اعتمدنا على فقط القطاع العام، والقطاع العام له مشاكل كثيرة، لا يستطيع اليوم أن ينافس في الأسواق العالمية ولا حتى في الأسواق الداخلية. فالقطاع الخاص نحن نريد أن نعطيه أولوية كبيرة ونعول عليه كثيرا، لذلك هو من أهم، يعني الآن لدينا من أهم الأشياء إجراء إصلاحات كبيرة تحرر الاقتصاد الذي يمنع ويعرقل عمل المستثمرين ورجال الأعمال.